الفايكنج. هذا الاسم كان كفيلا ببث الفزع بين القرنين الثامن والحادي عشر للميلاد. ملاحون اسكندناف يجوبون البحار في سفنهم الضخمة، يمارسون القرصنة ويشنون الغارات. امتد نفوذهم في أوروبا وبعض آسيا، فما سر وجود اسم الله على ملابس دفنهم؟ الاكتشاف أذهل الباحثين في السويد منذ سنوات، فقد ظنوا أن نسيج ملابس الدفن الذي وجدوه في قبور الفايكنج تعود إلى القرنين التاسع والعاشر الميلادي، يحمل تطريزا يخص هذا الشعب. لكن التصميمات لم تكن تشبه التطريز الاسكندنافي القديم، وبالتثبت والتحقق تبين أنها مشابهة للنمط الموجود على الأنسجة الموريسكية، واتضح أنها حروف عربية بخيوط الحرير والفضة. طرز اسم الله على الثوب بالخط العربي الكوفي، فكيف وصل قماش بتطريز إسلامي إلى قبور الفايكنج؟ ليس هذا الاكتشاف الأول، ففي حفريات سابقة وجد علماء الآثار في السويد خاتما يحمل نقش الله في قبر امرأة من الفايكنج، وعملات إسلامية من الفضة سكت في بغداد ودمشق وبلاد فارس وبلاد المغرب. أما كيف تم التواصل بين الفايكنج والمسلمين فالإجابات متعددة. عام 844 للميلاد أغار الفايكنج على الأندلس من سواحل المحيط الأطلسي، فقد انتهى إليهم ما بلغته من ازدهار ورخاء في ذلك الزمان. لكن الأمير عبد الرحمن الأوسط تصدى لهم وردهم خائبين، وفر من نجا منهم بحياته. كان الفايكنج قراصنة يجوبون البحار، فلا بد أنهم غنموا من بلاد المسلمين الغنائم، وقد جمعتهم كغيرهم من الشعوب مبادلات وبيع وشراء مع التجار العرب. ومثلما وصلت الفراء والجلود بلاد الشرق، بلغت سلع الشرق الأراضي الإسكندنافية، ومنها المصوغ والمجوهرات والحرير الذي لفت فيه الجثامين، وهي عادة اقتدى فيها الفايكنج بالمسلمين في اتخاذ الأكفان. يتحدث المؤرخون أيضا عن اعتناق الفايكنج الإسلام بعد تواصلهم مع التجار المسلمين أو اتصالهم بمسلم الأندلس في جنوب شرق إشبيلية. هذه الاكتشافات تؤكد جمال أثر الحضارة العربية الإسلامية الذي انتشر في بلاد العالم وبلغ شعوب الفايكنج الإسكندنافية.